استعدينا لهذه البطولة بالولايات المتحدة الأمريكية، معسكر شهرين ونص، والحمد لله الاستعدادات أكثر من ممتازة. ونشكر اللجنة الأولمبية الكويتية على هذا التنظيم، صراحة أول مرة نشوف هذا التنظيم بالكويت، والله يوفق الجميع. لعبة السباحة دخلتها من كان عمري 5 سنين، وتوفقت فيها من عمري 5 سنين للعمر هذا، والحمد لله حققت ميدالية آسيوية وفضية وميدالية آسيوية وعربية وخليجية، وإن شاء الله القادم أفضل، إن نطمح لبطولة العالم وتأهل لأولمبياد باريس، والله يوفقنا إن شاء الله ويوفق جميع منتخبات الخليج إن شاء الله، وروحنا ذهبية. وإن شاء الله راح نعمل كل مجهودنا، وعندنا نادي أولاد سباحين صغار العمر، وإن شاء الله راح تكون هذه البطولة عمومي كما نعرف، وموجودين احنا جينا أسبوع قبل البطولة، وأني نشوف التجهيزات كاملة، والبطولة حتكون إن شاء الله قوية. بالنسبة لتزياد الكويت، الحمد لله الفنادق كلهم زين، والمسبح مهيئ، صباح مساء التمرين كله مهيئ، ندخله في كل وقت، وإن شاء الله يكون يوم بطولة يكون تايمينج إن شاء الله يتبع. ولكن الكويت عندها تجربة كثيرة، أنا بالنسبة شخصيا عملت 15 ولا 16 خليج في دولة الكويت في كل المسابح، وكل يوم تفوت 100%، عندهم تجربة كبيرة، وإن شاء الله احنا نكونوا في حسن الظن إن شاء الله. صار لنا حوالي أسبوعين نجهز البطولة، من حيث يعني نقص التمرين، نقص صعوبة التمرين وزيادة الخبرات في السباحة، وبعد بالنسبة للمسبح من تجهيزات الكويت المتقدمة هذه السنة، كما نشوف المسبح يعني من أعلى المستويات، وإن شاء الله تكون بطولة يعني مشاركة طيبة للجميع، ونتمنى الخير للجميع إن شاء الله. الصراحة أشكر الكويت ودول الخليج كلها على المساعدة في التنظيم العجيب هاي اللي سووه، الحمد لله، وإن شاء الله يعني بعد عمل طويل وتمرين شاق الحمد لله وصلنا المرحلة نحن جاهزين فيها للتنافس والسباقات إن شاء الله، وأتمنى النجاح لكل الدول منها فريقنا والفرق الأخرى، وشكرا. الحمد لله استعدينا بشكل طيب، إن شاء الله نامل أن نجيب ميداليات إن شاء الله. أحب أشكر دولة الكويت على هذا التنظيم الرائع والسلاسة في كل شيء. استعدادات البطولة كانت الحمد لله وايد زينة، وإن شاء الله نرفع علم الدولة ونطمع أن نجيب المراكز الأولى. وحاب أشكر دولة الكويت أن استضافت البطولة ونظمتها على أعلى مستوى، ويعطيكم العافية. إن شاء الله نقدم مستوى جيد يرضي فريقنا واللجنة الأولمبية الإماراتية. صراحة أشكر اللجنة الأولمبية الكويتية على التنظيم الجيد وحسن الاستقبال، ما شاء الله عليهم، ما قصروا فينا في المسبح، في السكن، في جميع النواحي يعني. الحمد لله كل شيء تمام، الفريق جاهز، كلنا جاهزين، كنا في معسكر يعني في أبو ظبي لمدة أسبوعين خصيصا للألعاب. المعسكر يعني دار في ظروف طيبة والحمد لله، وقمنا معناتها بالإعداد البدني والنفسي وتحضير الشباب لخوض هذه الألعاب. الحمد لله تحضيرات زينة، سوينا معسكرات في أبو ظبي والمعنوية عالية، وإن شاء الله نحطم أرقام عمانية وأرقام خليجية بإذن الله، ونجيب نتائج حلوة بإذن الله تعالى. والله تجهيزاتنا كانت على قدم وساق، بحيث كان عندنا معسكر خارجي لمدة شهر خلال شهر رمضان، ومن ثم تبعها إلى معسكر خارجي كان في أبو ظبي لمدة أسبوعين، كان تجهيزات على السباقات بحيث السباحين اللي ممكن يشاركوها،
سواء في السباحة سباقات الحرة والظهر. مثل ما شايفين الاستقبال كان رحب بدولة الكويت. البطولة إلى الآن تنظيمها طيب، المواصلات والسكن وحتى السباحين، سباحين جماعة متحمسين يعني للبطولة، وبإذن الله تكون مشاركة مشرفة للمنتخب العماني.